أهلا بكم، حلقة جديدة من الحدث المغاربي. اعتبر محمد سعيد وزير الاتصال الجزائري والأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن ما أسماه بالحملة الإعلامية التي واكبت مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تستهدف استقرار الجزائر، مؤكدا تحسن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة وقرب عودته إلى الجزائر. ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن وزير الاتصال قوله إن الرجل أي بوتفليقة عمره 76 عاما، وأن مرضه أمر عادي ولا يستوجب أن تقوم القيامة بمجرد إعلانه، مضيفا أن ذلك يصب في مخططات تنجز في مخابر لزعزعة استقرار الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة. قبل أن يضيف ماذا حدث بمرض الرئيس، هل توقفت الرواتب أو جمدت الحكومة، هل هناك من تضرر في حياته الخاصة لغياب الرئيس، وردا على سؤال لأحد المواطنين حول حق الشعب في معرفة حالة رئيسهم واضطراره للبحث عن المعلومة في الإعلام الأجنبي، قال وزير الاتصال بأن الحكومة أصدرت بيانا عند نقله إلى فرنسا، ثم بيانا ثانيا عن وضعه، وعلق مناش فرغين شغل لإصدار بيانات يومية. الوزير يقول مناش فرغين شغل لإصدار بيانات يومية، ونؤكد بأنه خرج من المستشفى وهو في فترة نقاهة. فما هي أبعاد هذه التصريحات لوزير الاتصال الجزائري ودلالتها والجدل المثار وتضارب المعلومات حول صحة الرئيس بوتفليقة الذي مر شهر تقريبا على نقله إلى فرنسا للعلاج؟ معنا بداية عبر الهاتف من الجزائر قاسى عيسي المتحدث باسم جبهة التحرير الوطني. سيد قاسى عيسي، هل من تعليق بداية على هذا التصريح المثير الذي نقلته صحيفة الخبر عن وزير الإعلام والأمين العام لحزب الحرية والعدالة سيد محمد سعيد، يقول لسنا فارغين شغل لإصدار بيانات يومية عن صحة الرئيس، هل تتفق معه مثلا؟ سبقت أن قلت في نفس الموضوع أن مرض الرئيس لم يتطلب معالجة الجانب الإعلامي كالأحوال الجوية، وبالتالي هذا ما يمنعش أن المصادر الرسمية من واجبها ومن حقها أن تعطي المعلومات الكافية حول تطور الوضع صحة الرئيس. ولكن في نفس الوقت الشيء اللي تلاحظ أن مهما كانت المعلومات اللي تعطات سواء من طرف الطبيب تاع اللي عالجوا البروفيسور بوغردال أو من طرف البيان اللي اصدر من رئاسة الجمهورية، ثم أيضا التدخلات العديدة لسيد وزير الأول والشخصيات الوطنية اللي أعطاك يعني معلومات حول تطور الصحي لرئيس الجمهورية، هذا ما خلاش أن بعض العناصر اللي عندها رأي مخالف أو وجهة نظر مختلفة أو تحاول تستغل هذا الوضع لأغراض سياسية أو لأهداف خاصة بالنسبة لهم أن تشكك في كل هذا. ولهذا بالنسبة لنا احنا نكتفي بالشيء اللي جاء من طرف المصادر الرسمية وخاصة من طرف الوزير الأول اللي الآن هو اللي يقود سير الحكومة، وبالتالي بحكم المنصب تاعه والمسؤوليات تاعه له كل مصداقية لإعطاء معلومات يعني منسوقة فيها. أما بقى في القناعات تاع الناس كل واحد يحترم القناعات تاعه. طيب، لكن بدا غريبا انه التأكيدات يعني المصدر الخبر اليقين مثلا في فرنسا، وزارة الدفاع الفرنسية هي التي أصدرت البيان مؤخرا مثلا انه الرئيس نقل من مستشفى فال دو غراس العسكري التابع لوزارة الدفاع الفرنسية إلى هذا ليزانفاليد المصحة التابعة للمقعدين ولمعطوبي الحرب لوزارة الدفاع الفرنسية. البعض تساءل وأنت تتحدث باسم جبهة التحرير الوطني، جبهة التحرير الوطني التي حررت الجزائر من الاستعمار الفرنسي بعد 50 سنة، ما تعليق الأفلان على هذا التطور مثلا أن تقول وزارة الدفاع الفرنسية الخبر اليقين حول رئيس الجزائر وحول علاج الرئيس في مستشفى عسكري فرنسي؟ هذا ثاني من المواضيع اللي تستغل.
لازم يكون يعرف تماما ان بالنسبه للحرب تحرير الوطني انتهت، والعلاقات اللي موجوده بين الدوله الجزائريه والدوله الفرنسيه هي علاقات ما بين دول عندهم سياده وفي تعاون، ليس في الميدان الطبي ولا في كثير المجالات. اذا محاوله استغلال هذا الجانب لأنها مؤسسة عسكرية، المؤسسة العسكرية يعني استقبلت كثير ثاني من المجاهدين ومن إطارات الدولة ومن المواطنين أيضا، وبالتالي استغلال الجانب هذا نظن باللي ما هوش في محله. فيما يتعلق بالمصدر تاع الإعلام، من واجب المؤسسات الدولة المختصة أن تعطي المعلومات اللازمة. أما فيما يتعلق الاستغلال الإعلامي من طرف الوسائل الإعلام، هذا كل واحد هذا حسب وجهة نظر تاعهم. كما أنتم مثلا عندكم اتجاه معين وتوجه، تستغلوا المعلومات في هذا الاتجاه. طيب لا بالعكس، يعني احنا مفتوحين، يعني انت رأيك مرحب به، يعني كل الآراء يعني رجاء، يعني فقط لنضع نقاط على الحروف، رأيك وكل آراء مرحب بها يعني. ولكن هذا التساؤل ليس تساؤل مطروح هنا في هذه القناة، يعني يطرحه مواطن بسيط، مواطن جزائري يرى مثل ما تنقل الخبر، مثل ما تنقل الخبر مواطن يسأل وزير الاتصال يقول له أليس ألا يحق للمواطنين معرفة حال رئيسهم واضطرارهم للبحث عن المعلومة في الإعلام الأجنبي؟ وأنت تعرف وانت سيد العارفين سيد قاسع عيسي بانه فعلا المصادر الفرنسيه وسائل الاعلام الفرنسيه، الجرائد الفرنسيه التي تنقل عاده هذه الايام كل الانباء والاخبار المتعلقه بصحه الرئيس، اليس كذلك؟ يعني من لو بوا الى لوبينيون الى ميترو الى كل الى مصادر اخرى. وهذا ما خلاش ان بعض الناس اللي عندهم نظره تاع تشكيك يكملوا في التشكيك تاعهم. انا ما طرحليش كيف تستغل وسائل الاعلام، في ايضا مواطنين في الشارع اللي تناقش معهم يقول لك نطلبوا له الشفاء ونتمناوا ان شاء الله يرجع بخير للبلاد ويستمر في المهمه تاعي، هذا امر ربي وحتى واحد ما يعرف الغيب. طيب هذا اكيد ربما هناك اجماع يعني 99% بانه الجميع يتمنى الشفاء العاجل للرئيس ولكل مرضى الجزائريين ولكل مرضى المسلمين، وربما من باب الإنسانية لكل مرضى الإنسانية. كل بشر فهو الآخر مخطر للمرض. أكيد، ولكن هل 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 يعقل كلام مثلا، هل هذا الكلام منطقي أن يقول وزير الاتصال أن الحملة الإعلامية التي واكبت مرض الرئيس تستهدف استقرار الجزائر؟ والله في بعض الجوانب في مبالغات فيما يتعلق عندما صحفي يكتب ممكن ما يحسنش الموضوع، ممكن يبالغ، ولكن عندما نبعث التهم محاولة مس بالاستقرار والأمن كذا، هذه ماهيش دولة أساسية، دولة تاع مؤسسات وعندها مؤسسات تاعها وعندها تنظيمات تاعها مهما كان الحال. إذا كل حاجة مرجعها في المكان تاعها بدون مبالغة، لا نبالغ فيما يتعلق في ترويج المعلومات الكاذبه، وفي نفس الوقت لا نبالغ في تكتيم المعطيات اللي من حق الشعب ان ايضا يطلع عليها. طيب. اذا هذا الموضوع ماهوش محل استغلال، وان شاء الله الايام المقبله ستفرز كل المعطيات ويكون الاطمئنان عن طرف الجميع. طيب ان يقول ايضا الوزير وزير الاتصال سيد قاسع عيسي بانه ان الرجل المريض يتحدث عن الرئيس بوتفليقه في عمره 76 سنه، وان ان ان تقوم القيامه بمجرد اعلان مرضه، وان ذلك يصب في مخططات تنجز في مخابر لزعزعه استقرار الدوله الوحيده المستقره في المنطقه. من هذه المخابر؟ يعني الرئيس يعالج في فرنسا، عاده فرنسا تقدم كعدو تقليدي تاريخي للجزائر، تتآمر على الجزائر مثلا. من في فرنسا موجود معروف في اوساط مزالت، يعني عندها نظره استعمارية بالنسبة للجزائر. طيب ولكن كيف، ألا يبدو غريبا أن يعالج رئيس الجزائر في هذه الدولة التي فيها أطراف تتآمر على الجزائر؟ إذا باش تقول لي باللي عندنا نقص كبير في مؤسسات تاعنا سواء كانت التعليمية أو الاستشفائية أو في كثير من الجوانب، نقول لك إيه ما معترف بها. أما فيما يتعلق يعني محاولة استغلال هذا الوضع لإعطاله بعد أكثر، نظن هذا ثاني يدخل في إطار استغلال سياسوي، لأن مهما كان الحال
احنا نحبذوا ان تكون المؤسسات تاعنا الاستشفائيه متطوره وباطارات تاعها وبالوسائل تاعها، مع العلم ان الشيء اللي ندار مجهودات كبيره، ولكن سوء التسيير مازال موجود، النقص مازال موجود. ليس برك لان تكفي تكون الامكانيات الماليه، لازم ايضا يكون امكانيات في التسيير والصرامه والرقابه الى اخره، وهذه حتى واحد لا يجهلها، كل واحد عاقل ووطني محق يعني باش يتكلم على هذه النقائص في بلاده ويحاول يعالجها ويساهم طيب في حلول تاعها وتطويرها. أشرت إلى الأطراف التي لا تحب الجزائر في فرنسا، هناك تعليق لست أدري أو فيديو يدور في اليوتيوب في وسائل التواصل الاجتماعي، مارين لو بان ابنة أباها ما جون ماري لو بان، يبدو أنها تتشفى صراحة، تقول ماذا فعل الجزائريون باستقلالهم أنهم بما عمليا يلجؤون في آخر المطاف مسؤولو هذا البلد إلى العلاج في فرنسا بعد 50 سنة من الاستقلال. هذه معروفة ماهيش من اليوم، اللي عندها هذه النظرة العدائية، ومن طرف والديها اللي هو تعتبر من أكبر الجلادين يعني الآخر. ولكن في نفس الوقت احنا ثاني في عند الشعب الفرنسي موجود يعني أحباب الجزائر ومناضلين ضد الإمبريالية والاستعمار اللي ساعدوا، واللي الديانة تاعهم كانوا غير مسلمين، ومن بينهم مسيحيين ويهود ولا لايكيين، وساهموا في 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 تحرير الجزائر بالمساعدات في الجانب الإعلام والطب. ولكن ألا يبدو مخجلا؟ النظرة ما تكونش أسود وأبيض، النظرة لازم تكون في تحليل سياسي واقتصادي موضوعي. احنا ما نجهلوش النقائص اللي موجودة في بلادنا، ولكن في نفس الوقت نقولوا باللي الدولة تاع مؤسسات، والمؤسسات الآن راهي تمشي ماهيش معطلة، والمرض الرئيس هو مرض تاع شخص ككل أشخاص، نتمنوا له إن شاء الله الشفاء. وايضا عندما تطرح قضيه تفعيل اليات المؤسسات ستكون بدون شك. يعني عادي يعني الجزائر عمليا اذا كان الامر كذلك، يعني هل تتفق مع وزير الاتصال انه ماذا حدث بمرض الرئيس؟ هل توقفت الرواتب؟ هل جمدت الحكومه؟ هل هناك من تضرر في حياته؟ يعني الجزائر عمليا بهذا لا تحتاج الى رئيس، يعني لماذا هذا كل جدل حول هذا المنصب؟ هذا استخراج يعني اخي من جانب الاعلام، يعني ستين كونكلوجيون يقولها تين. بلاد مهما كانت المؤسسات تاعها تعرف الايجابيات وتعرف النقائص، احنا ما نجهلوش عن النقائص، اما فيما يتعلق دور المؤسسات الاعلام المؤسسات بصفه عامه، انا اقر لك ان عندنا نقص كبير في كثير من المؤسسات اللي حتى الان مازال ما فهمتش ضروره تطور الاليات تاع الاتصال، سواء من جانب الوسائل العصريه تاع الاتصال او لا. الان في بعض المؤسسات اللي بذلت مجهود، من بينها مثلا وزاره الدفاع الوطني، الامن الوطني، بعض المؤسسات الاقتصاديه ولكن قليله. طيب وزاره الدفاع الوطني مثلا في الجزائر كبير في الجزائر، وهذا يعني من ملفات اللي لازم تعالج في المستقبل ان شاء الله. طيب وزاره الدفاع الجزائر تتوفر على مستشفى يعني عسكري فيه خبرات ونخبة الأطباء الجزائريين مثلا، لماذا لا يعالج فيه الرئيس مثلا؟ هناك من يقول الكثير من الجزائريين سيد قاس عيسى أنه هذا موضوع يجب أن يسلط عليه الضوء. أبقى كصحافي اللي ممكن عنده الكفاءة، أما باش تكون تدور روحك كطبيب ولا بروفيسور تاع الطب، هذا خطير الدور تاعك وخطير الدور تاعي. أنا ما عندي أي تعليق فيما يتعلق الوضع الصحي والقدرات المعالجة، ولكن في نفس الوقت ما عندي حتى شك في مؤسسات بلادي. طيب هل تحتاج الجزائر إلى إعادة نظر أنه بعد 50 سنة ليس هناك مستشفى قادر على استقبال رئيس البلد؟ ليس فقط الرئيس، يعني هناك الأمين العام لسيد بالخادم وأنت تعرفه، يقال بأنه ذهب للعلاج في إسبانيا، رئيس لجوتيا ذهب إلى سويسرا للعلاج، أليس كذلك؟ وآلاف من جزائريين آخرين اللي ما يعرفوهمش أسماء وتتاعهم يروحوا يعالجوا في الخارج، في الأردن، في الجرداني، في فرنسا، والناس اللي عندهم المال أيضا يروحوا يعالجوا في سويسرا في كل مكان، وحتى واحد ما يسمع بهم. ربما يعالجون بأموالهم الخاصة، أنا أتحدث عن الذين يعالجون بأموال الدولة، ونحن نتحدث عن رمز الدولة، عن رئيس الجمهورية، ليس أي كان. شوف يعني انا بكل صراحه
نعم نحتار من الرأي الرأي الآخر، ولكن عندما هذه هي من 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 محاولات الاستغلال اللي يعني ما 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 طيب ماهيش في مستواكم ان شاء الله، يعني ماذا بنا. لا 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 بالعكس، احنا نحن نرحب بك ونرحب بكل الاراء، يعني نحن فقط انت متاكد بانه هذا السؤال لا اطرحه انا شخصيا، يعني مطروح في الجزائر اليس كذلك؟ موجود مطروح، ما انا ما نقولكش ماهوش مطروح، ولكن في نفس المعالجه تاعه واستغلاله انا راني نتبعه بالتحليل كل هذه الحصص، ومعروف الان وبين الخط العام وبين الاتجاه، وبالتالي طيب. كل واحد يكون عنده قناعته طيب. واحترام المتبادل. طيب ورايك طبعا كل اراء مرحب بها اكيد، انك طبعاً. ارجو طبعاً. انك ان الراي انت تعبر بكل حريه على رايك سيد قاسم عيسي، ليس كذلك؟ ومن حق المعارضه ان تعطي رايها في كمعارضه ايضا. طيب القضيه ربما ليست قضيه معارضه، الان هناك من قال هذا الموضوع موضوع علاج الرئيس في مستشفى عسكري فرنسي، ربما الكثير قال بأنه المطروح ليست مطروح على كل جزائريين سلطة ومعارضة، يعني موضوع يجب أن يطرح ويعالج ويوجد له حل، يعني من المخجل أنه بعد 50 سنة يحدث ما يحدث، أليس كذلك؟ ما وش في منذ 50 سنة الشيء اللي دارته الجزائر معروف ومحقق، وفي نفس الوقت النقائص الموجوده حتى واحد ما يجي لهم. طيب. وبالتالي هذا هو الوضع تاعنا، والشيء اللي هو افضل هو كيف نعالج هذه النقائص وكيف نجاوز هذه المشاكل في المستقبل. سؤال اخير سيد قاسم عيسي، ماذا عن جبهه التحرير الوطني؟ اين هو؟ يعني يبدو انه مع هذه الاحداث مع كل هذه التطورات جبهه التحرير بثقلها، مع أنه هناك جدل طبعا، هناك من يقول جبهة التحرير التاريخية في مكان والحزب الحالي في مكان آخر، أين هي جبهة التحرير الوطني من كل هذه التطورات؟ ما مش غلطين اللي قالوا باللي جبهة التحرير الوطني التاريخية في المكان، لأن جبهة التحرير الوطني التاريخية انتهى الدور تاعها في أفريل 62 بالمؤتمر تاع طرابلس، عندما وافقت القيادة آنذاك إنشاء حزب جبهة التحرير الوطني لاستكمال بناء الدولة الجزائرية المعاصرة، وبالتالي في كل مراحلها. أما التوجه العام تاع جبهة التحرير الوطني فهو باقي، هو توجه شعبي بناء دولة عصرية مترابط مع مطامح الشعب، ويحاول يخرج البلاد من التخلف ويدفعها إلى الرقي في كثير من الميادين، حققت ايجابيات ولها ايضا سلبيات في الاخر، هذا حتى واحد ما 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 ما, ما, ما ينجم ينكر هذا الشيء. هذا هو جبهه التحرير الوطني، وجبهه التحرير الوطني متواجده في قلوب الناس وفي الشباب، والمشعل تاعها يترفع مهما كانت القياده تاعها، والقياده تاعها تجي وتروح. طيب ولكن يبدو انها معطله، يعني بعد ذلك بعد التنحيه بالخادم الان يبدو الفلان فيما يشبه ايضا، هناك من قال بانه جبهه التحرير الوطني في موت سريري عندها امور تاعها وفيه تجاوز القدره تاع جبهه التحرير الوطني، هي في امكانيه باش تجوز هذه المرحله، وتشوفوها ان شاء الله في الايام المقبله. شكرا جزيلا لك سيد قاسم عيسي المتحدث باسم جبهه التحرير الوطني، ونسعد دائما باستضافتك، رايك دائما مرحب به وبكل الاراء طبعا. شكرا جزيلا لك قاسم عيسي. إلى بروكسل الآن ننتقل عبر خدمة سكايب، حيث ينضم إلينا من هناك الأخضر فرات الصحفي الجزائري. الأخضر، كنت تستمع إلى سيد قاسم عيسي يتحدث من بروكسل، أنت تتحدث من بروكسل، اختلطت علي الأمور، هو يتحدث من الجزائر، يقول في موضوع، هو متحدث باسم جبهة التحرير، في موضوع علاج الرئيس في فرنسا، هناك قال بأنه ربما هذه فقط استغلال والأمر عادي، يعني الأمور تطورت يعني بعد 50 سنة وعادي أن يعالج الرئيس، هناك نقائص ربما في الجزائر يمكن معالجتها، ولكن شيء عادي، لماذا كل هذا الجدل؟ يعني الجدل واضح لأن بوتفليقة هو رئيس الجمهورية الجزائرية وليس مواطن عادي، لو كان مواطن عادي لما تكلم عليه يعني أحد، ولا كتبت الصحف ولا بحثت عنه ولا يعني حاولت أن تعرف أخباره. ثانيا، رئيس جمهورية الجزائر بعد 50 سنة من الاستقلال موجود في المستشفيات الفرنسية، وهذا
من الناحية الرمزية الكثير من الجزائريين بما فيهم أنا يرفضونه، لأن هناك إمكانيات وهناك وسائل لمعالجة رئيس بلد مستقل في ظروف أخرى وبطرق أخرى غير اللجوء إلى المستشفيات الفرنسية، ممكن مستشفيات أخرى في العالم ما عدا مستشفى فرنسا، لأن ممكن أن يعالج في ألمانيا، أن يعالج في دولة أخرى، ولكن أن يعالج في مستشفى عسكري في فرنسا. الكثير من المواطنين لا يتفهمون ذلك، ونجد لديهم الكثير من الإحباط النفسي عندما يأتي أي مسؤول جزائري ويتكلم عن حرب التحرير ويتكلم عن التاريخ وعن الشهداء وعن ضرورة مطالبة فرنسا بتعويضات على الحرب وبالاعتراف بجرائمها، سواء جرائم 45 أو جرائم حرب الاستقلال. المواطن لا يفهم كيف أمام كل هذا الخطاب يرى رئيس الجمهورية الجزائرية ربي يشفيه على كل حال يذهب إلى فرنسا ليعالج في مستشفى فرنسي ومستشفى عسكري. هذه إشكالية مطروحة ومطروحة لدى الجميع، وليست مستغلة سياسويا كما يعتقد البعض، لأن سيد محمد السعيد وزير الاتصال يقول بأنه هذه الحملة الإعلامية كما وصفها التي واكبت مرض الرئيس تستهدف استقرار الجزائر. أنا لا أرى أن هناك حملة ضد الجزائر ولا حملة ضد أي أحد. الجزائر كانت مستقرة قبل أن يأتي الرئيس بوتفليقة وستبقى مستقرة بعد ذهابه. يعني هذا الحملة أو بعض المواضيع التي كتبت عن صحة الرئيس وعن لعدم وجود وضوح لدى الحكومة الجزائرية حول يعني حالة صحية لرئيس الجمهورية هو الذي خلق يعني نوع من يعني تجاذب أو نوع من الجدل حول قضية محددة ومعينة، وهي وجود رئيس جمهورية الجزائر المستقلة في مستشفى فرنسي وفي مستشفى عسكري فرنسي. هذا هو الإشكال، ولكن أنا لا أعتقد أن نقاش مثل هذا سيؤثر على استقرار الجزائر وستبقى الجزائر مستقرة بعد بوتفليقة، وأنا متأكد من ذلك. يعني طيب لقد الفرات، أنت من الصحفيين المعتمدين لدى الاتحاد الأوروبي في طبعا مقره في بروكسل، والاتحاد الأوروبي بحسب تقارير إعلامية تقول بأنه منشغل خاصة في موضوع الحريات الصحفية، في موضوع ما أثير حول تعليق أو منع صدور جريدة يوم الجورنال. طبعا وزير الاتصال ينفي ذلك ويقول أنه صاحب الجريدة السيد هشام عبود هو الذي اقترح سحب جريدته من المطبعة لضيق الوقت. ما صحة هذه التقارير حول انشغال الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع، موضوع الحريات الإعلامية، وأيضا بشكل عام حول الجزائر؟ طبعا تتعرف جمال أن الجزائر مرتبطة بالاتحاد الأوروبي باتفاق شراكة أورو متوسطي، وهذا الاتفاق ضمن يعني من ضمن المضمون لهذا الاتفاق هو احترام حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان في الجزائر، وفي حالة عدم احترامها الاتحاد الأوروبي يحتج، وهذا ما فعله في العديد من القضايا مثل قضية سجن رئيس بلدية زيرالدا وأيضا قضية زميل هشام عبود. وأنا اتصلت شخصيا بمسؤولين في الاتحاد الأوروبي وهم يعني طلبوا من مكتبهم الجزائر بأن يعيد تقرير خاص حول قضية أو حول التهم التي وجهت إلى زميل عبود هشام، وأيضا لماذا منعت يعني صحفه من الصدور، لأن ما قاله الوزير وقال أنه هشام عبود هو الذي طلب، ولكن هشام لم يعني يعطى له الوقت الكافي من أجل أن يصحح ما طلب منه، وبالتالي هو أمام أمر واقع. الاتحاد الأوروبي يتابع هذه القضية وأصدر يعني قولوا يعني تصريح بهذا الشأن، والتصريح يعبر عن قلق الاتحاد من عدم احترام حرية التعبير والمساس بها في الجزائر في هذه الحادثة.
بقى معنا الاخضر فراط، ينضم الينا الان عبر الهاتف من الجزائر الاعلامي الجزائري عاطف قدادر. عاطف مرحبا بك. كتبت اليوم، نشرت اليوم مقالا في صحيفة الحياة، معلومات تقول تحصلت عليها تقول بأن هناك ترتيبات، يعني الحديث عن ترتيبات لعودة الرئيس بوتفليقة، ماذا عن هذه المعلومات؟ مساء الخير. أولا أظن أنه مثل هذه المعطيات أو هذه المعلومات التي وردت في هذا المقال اليوم هي نتاج لمحاولة لما يسمى بمحيط الرئيس أو الدائرة المقربة من رئيس الجمهورية أو بعض الأوساط المحسوبة على رئيس الجمهورية أن تحاول أن تملأ الفراغ إن صح التعبير كما تسميه هي، بعدما فسحت المجال يعني واسعا للمعارضة للخوض في صحة رئيس الدولة. هناك محاولة يعني لتسريب مثل هذه المعطيات التي تتحدث عن عودة قريبة لرئيس الجمهورية للجزائر نهاية هذا الأسبوع، في سياق أنه فيه زيارة محتملة لوزير خارجية الإمارات العربية المتحدة. لكن يبقى في النهاية أنه التعامل مع مثل هذه المعلومات في هذا الوقت بالذات يحتاج إلى تدقيق أو يتم التعامل معه بنوع من التحفظ، لأنه فيه كثير من المحاولات التضليل وغياب المعلومة وغياب المعلومة الرسمية، وأنه المعلومة الرسمية والحقيقية موجودة لدى دائرة ضيقة جدا حول صحة رئيس الدولة. طيب ولكن بحسب السيد سلال يقول بأنه لماذا لا يتم تصديقنا، لماذا لا نصدق كمسؤولون جزائريين، يعني قال بأنه لماذا لا يطمئن الجزائريين عندما يطمئنهم على صحة الرئيس، وهي في نفس السياق يا وزير الاتصال أيضا، لماذا لا تصدقون يعني إعلاميا، يعني حتى الإعلاميين الجزائريين هكذا كلام من المسؤولين الجزائريين من السيد سلال من السيد وزير الاتصال من كل الذين طمأنوا على صحة الرئيس. لكن طبيعة التعاطي الحكومي مع مرض الرئيس لم يتغير. نحن على بعد يومين من مرور شهر عن نقل الرئيس الجمهورية إلى باريس للعلاج، ونفس التعاطي أو نفس التعاطي الإعلامي مع متابعة المرض، يعني بيانات سطحية بيانات نمطية، يعني نفس الشكل في البيانات. بعد مرور شهر أعتقد أنه حان الوقت أنه يظهر رئيس الجمهورية صوتا وصورة حتى يكون لبيانات الحكومة نوع من المصداقية. لا تنسى الأخ جمال أنه التعاطي الإعلامي في الداخل الجزائري، هناك أيضا صحف فرنسية وهناك أيضا تعاطي فرنسي مع مرض رئيس الجمهورية، لذلك المعلومة تغيب داخل هذا السجال في انتظار ظهور الرئيس. أعتقد أنه سيكون هو الفصل في هذا الجدل. طب ولكن يبدو مثلما أنت أشرت إلى موضوع محيط الرئيس ربما يريد إطلاق معلومات في سياق ما، في اتجاه ما، يدفعه في اتجاه أن الرئيس بخير وسيعود قريبا. في المقابل يبدو أن هناك من يقول صراحة أن هناك طرف آخر يدفع في الاتجاه المعاكس ويريد حتى خلط الأوراق، يعني وربما هذا ما يشير إليه سيد وزير الاتصال مثلا في الذين يريدون يعني خلاطين بالتعبير الشعبي الجزائري. لا يعني لا يحق، يعني من حق كل حزب سياسي ان يمارس نضاله السياسي، يعني حتى فيما يخص مرض رئيس الجمهوريه من حق الاحزاب الجزائريه ان تطالب نقلا، ان تطالب بمعرفه طبيعه المرض او مصير رئيس الجمهوريه، لانه فيه تعتيم وفيه اخبار وفيه معطيات متضاربه وبعض المعلومات ذات المصداقيه نتلقاها من الجانب الاخر. لذلك أظن أن الحكومة في النهاية تعاطيها الإعلامي كان خاطئ منذ البداية إلى اليوم، وهو الذي يدفع إلى هذا اللغط الإعلامي ولا هذا، وأظن أنه أيضا سيستمر. لاحظنا تصريحات وزير الاتصال وكانت في ثوبه الحزبي، وزير الاتصال في اعتقادي شخصي أنا أيضا أنه لا يملك أدنى معلومة حول صحة رئيس الجمهورية أو المكان الذي يتواجد فيه، في رأيي أنه إلا السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الأصغر هو الذي يملك المعلومة الحقيقية بالإضافة إلى وزارة الدفاع الفرنسية. عاطف قدادر الإعلامي الجزائري كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ثم نعود لمواصلة النقاش.
اهلا بكم مجددا الى الحدث المغاربي، ياتيكم مباشره من قناتي المغاربيه في لندن. نتوقف فيه عند هذا التصريح المثير لوزير الاتصال الجزائري والامين العام لحزب الحريه والعداله السيد محمد السعيد، الذي يقول لسنا فارغين شغل لاصدار بيانات يوميه عن صحه الرئيس بوتفليقه، والجدل المستمر في الجزائر حول صحه الرئيس الجزائري بعد تقريبا شهر من غيابه من نقله للعلاج في فرنسا، وجدل كبير أيضا حول نقل رئيس الجزائر للعلاج في مستشفى عسكري في فرنسا ثم نقله بعد ذلك مثلما أعلنت حينها وزارة الدفاع الفرنسية للعلاج في مصحة تابعة لوزارة الدفاع الفرنسية تخص معطوبي الحرب من قدماء محاربي الجيش الفرنسي. ينضم إلينا ونعود إلى ضيفنا في عبر سكايب في بروكسل الأخضر فرات. الأخضر فرات، طبعا الجدل أيضا ليس سياسي، أيضا جدل إعلامي، ومثل ما كنا نناقش مع عاطف خدادرة يعني ربما أطرح عليك نفس السؤال. يعني هناك من يقول أنه بدأ واضحا أنه هناك فعلا حرب إعلامية، ما يعني جناح يصعد يحاول ربما مثل ما يقول أنصار رئيس بوتفليقة بشكل خاص، من يريدون عودة رابعة، من يريدون بقاء الرئيس، الصيد في المياه العكرة، يريد نشر ربما تضخيم الأخبار حول صحة الرئيس وحول علاجه حتى في فرنسا. في المقابل فريق آخر أيضا يلجأ أيضا حتى إلى الضرب تحت الحزام في الدفاع وتلميع حتى صورة الرئيس، طبعا الغائب تقريبا شهر الآن عن الجزائر. أكيد أن صحة رئيس بوتفليقة متضرر منها المنتفعون، يعني فيه جماعة مصالح كبيرة حول رئيس وحول شقيق رئيس، يعني يتساءلون ما مصيرهم في حالة ما إذا يعني انتهت العهدة الانتخابية، في حالة ما إذا المرض لا يسمح له. أكيد أن هناك مجموعة من المنتفعين ومن المقربين من محيط الرئيس وشقيقه، يعني خايفين إلى حد كبير من الوضع الموجود عليه حاليا، الوضع الصحي الموجود عليه حاليا رئيس بوتفليقة. وأيضا هناك شرعية لدى الآخرين، لدى من يعارض أو من يريد أن يحدث تغيير وأن تتم انتخابات رئاسية في إما في شهر أبريل أو قبل شهر أبريل من أجل تغيير يعني الجو السياسي الموجود حاليا. وهذه يعني صراعات إلى حد كبير صحية في المجتمع الجزائري وليست أشياء يعني سلبية. لو ما فيش صراعات هنا القلق سيكون لو الجزائر لا توجد. طيب ولكن هناك من يقول ربما خاصة من أنصار الرئيس سيد الأخضر بأنه ربما من جانب أخلاقي يعني يبقى الموضوع صحة، يعني وربما مثل ما ذهب حتى سيد محمد سعيد وزير الاتصال أنه هناك أصوات فيها شماتة من مرض الرئيس بما يتنافى وأخلاق المجتمع والدين الإسلامي، والويزة حنون قالت أيضا قبل فترة بأنه ليس من الإسلام الخوض في موضوع صحة الرئيس. يعني هل هذا الموضوع أم أنه الأمر ربما يختلف لأنه الحديث عن رئيس الجمهورية؟ جمال المشكلة، لا أنا لم أقرأ ولو شماتة واحدة في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كشخص. كل الناس الذين مهتمين بصحته هو اهتمام من جانب أنه هو رئيس الجمهورية، يعني كل مواطن جزائري يجب أن يعرف مصير رئيسه، هذا حق دستوري، يعني حق دستوري ومخوف الدستور. وبالتالي هناك مادة يعني المادة 88 موجودة وتؤكد هذه المادة على أن صحة رئيس جمهورية الجزائر ليست بالأمر الهين، يعني ولم أرى. ولكن لماذا لا يتم تصديق ربما لماذا لا تم تصديق المسؤولين؟ يعني سيد سلال يقول بأنه بخير، هو أنه والآن مثل ما كنا نتحدث مع عاطف قدادر هناك معلومات اليوم في صحيفة الحياة بأنه هناك تحضيرات وترتيبات، ممكن سيعود الرئيس، وحتى حديث عن أجندة أنه سيستقبل وزير خارجية الإمارات، وأنه الحديث عن ترتيبات وأنه انتشار أمني واضح أنه سيعود الرئيس. ربما لماذا هذا لماذا لا يتم الثقة في تصريحات المسؤولين يعني سلال وغيره؟ يعني
لان الشعب الجزائري لا يثق في الحكومه الجزائريه. يعني اعطيك 40 الف مثل لتصريحات كاذبه للوزراء. يعني ده هو المشكل، ان لا توجد مصداقيه عند الحكومه الجزائريه، لانهم يعني اعطيك 40 الف وزير، شوف وزير الصحه السابق، شوف وزير البريد والمواصلات الذي قال انه سيشتري شركه جيزي في الشهر اللي فات ولم يتم شراء. يعني وسيتم اطلاق الجيل الثالث. ابقى معنا الاخضر، ابقى معنا الاخضر فرات. ينضم الينا الان عبر الهاتف من الجزائر النائب البرلماني السابق محمد رزقي فراد. سيد محمد رزقي فراد، طبعا موضوع نقاشنا وهو ربما العنوان الكبير، يعني ما تعليقك يعني حول هذا التصريح لمحمد سعيد وزير الاتصال؟ لسنا فارغين شغل إصدار بيانات يومية عن صحة الرئيس. طبعا هو يتحدث هو بصفته أيضا كأمين عام لحزب كان يعتبر حزب معارض أمس فقط. يعني ما هي قراءتك للتصريح ولموقف سيد محمد سعيد؟ والله أنا لم أسمع الحوار كاملا، ولكن أعطي رأيي بصفة عامة. ففي البداية أتمنى الشفاء العاجل للسيد الرئيس، وأتمنى وأرجو له عودة ميمونة إلى أهله وإلى وطنه وإلى دولته. ولكن عندما يتعلق الأمر بمصير شعب، عندما يتعلق الأمر بمصير الأمة، عندما يتعلق الأمر بمصير الجزائر، فإن الصراحة يجب أن تعلو على أدبيات المجاملة. فمرض الرئيس هو محنة تعاني منها الجزائر، ولكن هناك دستور قد أخذ كل الاحتياطات لجميع المشاكل التي من المحتمل أن تقع. فها هي الجزائر مع الأسف، وأقولها بكل مرارة، وقعت في مشكلة. فعلينا أن نحتكم إلى القانون الأول، علينا أن نحتكم إلى الدستور. فالدستور قد وضع من أجل التطبيق، الدستور وضع من أجل التنفيذ، ونحن نعلم أن الوطن أكبر من أن يحصر في شخص مهما سمت درجة هذا الشخص. فهناك رؤساء قد التحقوا بالرفيق الأعلى، لكن أوطانهم ظلت قائمة. فالجزائر الموجودة أمام محنة، ومن الطبيعي جدا أن يلتفت الناس إلى الدستور لينظروا في الأمر في القضية، ويتفحصوا الدستور كيف ينظر الدستور إلى هذه الوضعية. فخامة الرئيس مريض موجود في خارج الجزائر منذ أكثر من شهر، وهذا وضع مقلق. فالسؤال المطروح، ومن الطبيعي ومن حق الجزائري مهما كان موقعه في الدولة، سواء كان في السلطة أو كانت المعارضة، أن يطرح السؤال الكبير الذي نجده أمامنا، وهو هل تتوفر شروط تطبيق المادة 88 من الدستور؟ طبعا هناك ثلاثة الآراء. الجواب ربما البعض يقول بأنه أنصار الرئيس مثلا يقول أنه هناك استعجال، يعني حتى أحزاب كثيرة في هذا الطرح هذا الموضوع من مبالغة. التأكيدات سيد سلال يؤكد بأنه بخير، سيعود قريبا، وزير الاتصال يقول أنه سيعود قريبا، مسؤولون آخرون أنه الرئيس بخير وفي فترة نقاهة. ولماذا هذه المبالغة؟ أليس من المبالغة الحديث عن تفعيل المادة 88؟ يعني والله نتمنى له عودة ميمونة، وأضم صوتي إلى الذين يرجون له عودة ميمونة عن قريب. ولكن السؤال المطروح، ما دام فخامة الرئيس في صحة تسمح له بالتواصل مع الوزير الأول، ما دام فخامة الرئيس يتمتع بالصحة تسمح له بتوقيع مراسيم خارج الجزائر، وهذا بين قوسين غير دستوري، فلماذا لا يخاطب شعب الجزائر حتى يطمئن الشعب الجزائري؟ فتغييب فخامة الرئيس في وسائل الإعلام هي التي أدت إلى هذا القلق،
ومن حق الجزائري ان يقلق على مصير فخامه الرئيس. طيب في موضوع للاسف في موضوع بعض الوزراء وبعض المسؤولين في مؤسسات الدوله وبعض المتموقعين في وسائل الاعلام وبعض رجالات الاقتصاد والمال قد وظفوا فخامه الرئيس في الحقيقة ليس دفاعا عن شخصية الرئيس وإنما دفاعا عن مصالحهم الضيقة على حساب مصلحة الوطن، فراحوا ينتقدون الرأي الآخر ويشتمونه ويشبونه وينسون أننا في عهد الديمقراطية، ينسون أن من حق المعارضة أن تطالب بالتفعيل المادة 88. فأنا لا أنتظر من وزير الإعلام وهو قد خرج من صلب السلطة، لا أنتظر منه أن ينتصر للديمقراطية، ولا أنتظر من شخصية كبيرة تترأس مؤسسة سياسية كبيرة أن تنتصر للديمقراطية لأنها لا علاقة لها بالديمقراطية، ولا أنتظر من الحزيبات التي وصلت إلى السلطة رغم أن الشعب قد رفضها، لا أنتظر منهم أن ينتصروا للديمقراطية. فإذا يا سيدي الكريم قضية ثقافة الديمقراطية، هناك من يخلص للوطن وهناك من يخلص للأشخاص، وينسون أن الأوطان أكبر من الأشخاص مهما عظمت شخصية الرؤساء أو الأمراء أو السلاطين. شكرا جزيلا لك محمد رزقي فراد البرلماني السابق، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. عود إلى الخضر فراد. طبعا الخضر فراد، طبعا ماذا لو، هناك من قال ماذا لو يا سيدي صحت كل تصريحات سيد سلال وعاد الرئيس بوتفليقة وهذه الأنباء التي تتحدث عن عودة له، ماذا لو؟ يعني سيرتاح الشعب الجزائري لعودة رئيسه، هذا شيء عادي، ولكن تبقى إشكالية الاستمرار في السلطة. هل رئيس بوتفليقة يعني له الصحة التي تمكنه بأن يستمر في عمله؟ ويجب الناس أن تفهم أن الرئيس هي مهنة، ومن يؤدي هذه المهنة سواء كان بوتفليقة أو غيره عليه أن يكون بصحة جيدة، لأن فيه شغل، فيه مداومة في المكتب، فيه أوراق يجب أن يتم تصديق عليها، فيه يعني بروتوكولات، فيه مراسيم، وليس الشخص هو المستهدف، بل هذه المهنة. هل رئيس بوتفليقة بعد عودته إن شاء الله تكون له القدرة الصحية بأن يمارس مهامه كرئيس للجمهورية الجزائرية؟ هذا هو السؤال المطروح حاليا حتى بعد ما يعود. طب سؤال فعلا يبقى مطروحا، ربما نجد إجابة عند الكاتب والإعلامي الجزائري محمد يوناغن. سيد محمد، سؤال، هناك حديث الآن، تقارير بأنه طبعا تأكيدات سلال يقول بأنه صح الرئيس في صحة جيدة، والآن تقارير تقول بأنه ربما سيعود حتى قريبا، يعني مثل ما نشرت اليوم لما كنا نتحدث مع زميل عاطف قدادرة ممكن يعود في خلال أيام ربما حتى ساعات إلى الجزائر. هل في اعتقادك هذا المعطى ممكن؟ هل سيعود الرئيس فعلا وربما يتم الحديث حتى عن عهدة رابعة، أم أنه المعطيات المتوفرة لا تدفع في هذا الاتجاه؟ مساء الخير. مساء النور. هذا هو مشكل الصحافة الجزائرية، يعني بمجرد غياب رئيس الجمهورية تبدأ حملة إعلامية بأن الرئيس خلاص انتهى، مريض، لا يستطيع أن يواصل الحكم، هل يجب تطبيق المادة 88 من الدستور ولا نطبقها، والآن الرئيس في صحة جيدة سيعود. إذا سيعود الحديث عن العهد الرابعة مع عودة الرئيس إلى مهنه. هذا هو الإشكال تاع الصحافة الجزائرية. يعني نبقاو نتبعوا فقط، يعني قريب مثل الأحوال الجوية، يعني لما تطل الشمس ها أكيد ما كاش الشتاء، لما تكون الشتاء أكيد ما كاش الشمس. الآن حبينا نعرفوا هل رئيس الجمهورية رئيس بوتفليقة باستطاعته أن يقود أن يواصل قيادة الجزائر لخمس سنوات أخرى؟ أنا أعتقد بأن هذا كارثة للجزائر. هذا هو بوتفليقة انتهى، يعني سواء الله يطول في عمره، ولكن سياسيا بوتفليقة انتهى الآن. الجزائر بحاجة إلى نفس آخر، بحاجة إلى دم جديد. طيب
طيب ما هو المطروح في اعتقادك يعني في اذا كنت مقتنع متاكد بانه هذا السيناريو؟ طبعا انصار بوتفليقه لهم كلام اخر يعني. لست مناضل فقط مواطن جزائري صحفي قبل مواطن قبل ان اكون صحفي. كصحفي انا ارى بان بوتفليقه انتهى سياسيا وحتى كمواطن وكصحفي محمد، ما هو السيناريو الافضل؟ ما هو الحل الافضل؟ كصحفي انا اعتبر بوتفليقه حتى الطريقه التي استغلت بها مرضه هذه المره ورد فعل الشعبي تجاه غيابه هذه المره لا يؤشر على ان رئيس الجمهوريه ممكن ان يستمر في الحكم. ما شفناش الشعب الجزائري تعاطف مع الرئيس وخرج للشارع ويطلب يعني يدعيله الى اخره، كما شفنا مثلا مع الشعب الفنزويلي مع ايغو شافيز، اللي كان صوره تاع ايغو شافيز معلقه في كل مكان في طيله مرضه وحتى عند وفاته في فنزويلا. هذا الشيء ما شفناه في الجزائر. هذا دليل بان الشعب الجزائري لا يبالي برئيس الجمهوريه الحالي، لا حي ولا ميت. ولا يبالي لا ولا يبالي لما في اعتقادك لا يبالي لما بعد بوتفليقه؟ ولا ليس لا يبالي، ولكن لا يثق في احد. هذا هو المشكل في الجزائر، لا يثق في شخص، لا يرى شخص اخر يعني بامكانه ان يغير شيء في الجزائر حتى بعد. هذا هو المشكل. في اعتقادك ما هي سيناريوهات حسب المعلومات المتوفره لديك، ما هي السيناريوهات المطروحه؟ يعني هناك يعني مجموعه من التسريبات، حديث عن طبعا دستوريا الموضوع حديث عن تفعيل المادة 88، هناك من يقول بأنه الانتخابات مقبلة ومن يدافع على تنظيم انتخابات في وقتها مثلا، وهناك من يقول انتخابات رئاسية مسبقة. إذا كنت طبعا أنت من المقتنعين بأنه الرئيس سياسيا بوتفليقة انتهى، وطبعا تتمنى له ويتمنى ونضم صوتنا إليك يعني نتمنى له الشفاء وطول العمر، ما هي في اعتقادك سيناريو، ما هو مطروح سيناريوهات المطروحة لما بعد بوتفليقه كما وصفت؟ لا، والأحسن سيناريو هو ان لان الانتخابات المسبقه الان لم يعد لها معنى، بقت لنا حوالي 8 شهور او 9 اشهر على موعد الرئاسيات القادمه، لان الانتخابات الرئاسيه قانونيا تبدا مرحله يعني تنظيم الانتخابات 6 شهور قبل موعد قبل اخر اجله هو ابريل. يعني حتى لو نظمت في شهر جانفي او فيفري لا تعتبر مسبقه، وانما تعتبر انتخابات عاديه. اذا تنظيمها مسبقه يعني في سبتمبر اكتوبر، يعني ما الفرق بين تنظيم الانتخابات الرئاسيه في اكتوبر او في سبتمبر او في جانفي؟ لا فرق. اذا تنظيم الانتخابات مسبقه لا معنى له. الشيء الوحيد الذي سيدفعنا الى تنظيم الانتخابات الرئاسيه المسبقه هو لا قدر الله وفاه الرئيس. وهذا اعتقد باننا بعيدين عن الوضع، الا الامر بيد الله طبعا، ولكن دخول بوتفليقه هذه المره المستشفى لم يكن بسبب يعني مرض بسبب وضع صحي يوصل به للوفاه، ولا كان يعني كل شيء كان عباره عن مزايدات اعلاميه في الشيء اللي كان يتحكي على الموضوع هذا. الان تبين الامر اللي ما كانش يوصل لهذا المستوى، ربما استغلال، ربما الرئيس كان حاسب شيء. إذا كانت فعلا إذا كان قد يرد عليك محمد وضع مرضه هذه المرة، لا أدري بالضبط لماذا تم تضخيم. طيب إذا كانت فعلا محمد، إذا كانت فعلا هناك تضخيم، هناك من يقول ربما الحل كان إذا كان فعلا الرئيس ليس بهذه وضعه ليس بهذه الخطورة وهناك تضخيم، لماذا لم يتم إظهاره يعني بالحجه بالصوره والصوت؟ يعني ربما جاء عن قصد من الرئيس نفسه او من محيطه نفسه، قلت لك ربما كان هدفهم هو كسب الود وعطف الشعب الجزائري، وهذا لم يحصلوا عليه، وبالتالي فشل الحمله الاعلاميه هذه المره، نعتبرها فشل. محمد ايونوغن الكاتب والاعلامي الجزائري، شكرا جزيلا لك. الاخضر فرات، الوقت دائمنا في الاخير. طبعا سيد محمد ايونوغن، ويتفق معه كثيرون، طبعا يختلف معه ايضا كثيرون، انه الرئيس بوتفليقه سياسيا يعني خلاص الحديث عن ما بعد الرئيس بوتفليقه يعني حتى لو كانت وضعه الصحي ليس بتلك الخطوره. طبعا سيناريوهات كثيره مطروحه، هناك تسريبات حديث حتى عن فترة انتقالية شبيهة بالتسعينات بمجلس دولة مثلا. ما هو في اعتقادك المطروح يعني والله أفضل
دعنا نقول افضل حل، مع انه تبقى كلها يعني سبيكيوليشن، يعني مضاربات فيها خل المطاف وتحليلات فقط. هو فيه يعني حقيقة قالها الزميل من الجزائر، وأن بوتفليقة سياسيين انتهى وانتهى من حوالي سنتين، يعني ليس فقط في هذه الفترة الأخيرة، وسيطبق الدستور. يعني احنا رايحين إلى انتخابات رئاسية سواء تكون مسبقة ببعض الأشهر أو حتى في شهر أفريل، وستفرز هذه الانتخابات يعني رئيس جديد للجزائر كما تعودت عليه الجزائر منذ طيب. حوالي 20 سنة. طب ولكن ماذا عن الذين يطالبون بفترة انتقالية، ربما تغيير الأمر كله، يعني تغيير حتى الحديث عن حل البرلمان ومجلس تأسيسي جديد وإعادة الأمور ربما وإعطاء أمل؟ هناك من يدفع في هذا الاتجاه، تسريبات تقول حتى داخل النظام نفسه هناك من يدفع في هذا في هكذا اتجاه. أنا لا أعتقد أن الأمور ستذهب في هذا الاتجاه، أعتقد بأن الأمور ستذهب في اتجاه انتخابات رئاسية عادية كما جرت الانتخابات التي سبقت والتي انتخب فيها الشعب الجزائري الرئيس الحالي، ولا لا لا لا, لا يوجد داعي لوجود مرحلة انتقالية، لأن المرحلة الانتقالية تمت في فترة معينة بوجود الرئيس المرحوم بوضياف و المجلس الأعلى للدولة، وحاليا المؤسسات موجودة بطريقة شرعية، وحتى حل مجلس الشعبي ومجلس شورائي قد يتم من طرف الرئيس القادم، وليس حل مؤسسات حاليا هو الحل للأزمة. بالتالي نحن نذهب إلى انتخابات رئاسية عادية، يعني في ظروف يعني تكاد تكون يعني مشابهة لظروف سابقة. يعني الأخضر فراط الإعلامي الجزائري من بروكسل، شكرا جزيلا لك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من الحدث المغربي، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.